بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم محمود إبراهيم سهاج، مركز البليانة، قرية نجع مازن غرب. الأزوليا بعد عناء كثير في الزراعة وأخطاء كثيرة، الحمد لله الحمد لله، أصبح الأزوليا ممتازة ممتازة، واللون ممتاز. أنا بصور بالليل صراحة، ما فيش وقت عندي في النهار، بس الحمد لله الحمد لله نجحت. الطريقة تربة قليلة جدا جدا، يعني ده الحوض، الحوض ده تقريبا 3×3 يعني 9 متر. أنا حطيت فيه جرجلين تراب فقط، وبعد كده مغذي دواجن، سبلة الدواجن تلينها في المية، تنقعها في المية 48 ساعة، وبعد كده تصفيها بأي قطعة قماش. المهم تاخد المنقوع بس، ما تحطش أي فضلات في الحوض. والتراب يا ريت كمان برضو التراب، تراب تنقعه وبعد كده تحطه في الحوض عندك، وحاول بقدر الإمكان كل ما كانت المية قليلة في الحوض كان الإنتاج أسرع. يعني اللي بيقول لك المية 20 سنتي والكلام ده، لا شوف هنا يعني ممكن 3 سنتي 4 سنتي. الإنتاج والله ما شاء الله، الله أكبر صراحة حقيقة. يعني الأزوليا دي ما كنتش متوقع ان هي تبقى زي كده اصلا، لانه انا فشلت فيها كذا مرة كذا مرة، عملت برضو نسبة كبيرة وعملت على التراب، والتراب المشكلة في التراب انه هي بيحصل فيه عفن سريع، والمية كل ما بتكون المية قليلة انت بتزودها مثلا يومي او كل يومين بتزودها نسبة قليلة، فبتبقى المية معاك مع التبخير مع اللي بيشربوا الازوليا بيبقى ايه المية متجددة على طول، فايه بيحصل ايه بيحصل عناصر، بتبقى العناصر مستمرة معاك. وبعد كده في حاجة تاني بالعفونة والخضار والكلام ده كله بيروح. فالحمد لله والفضل لله في الأول وفي الآخر على التوفيق. وإحنا يعني اللي محتاج مننا أي شيء، أي دعم، إحنا جاهزين بإذن الله. إحنا عاوزين المنفعة العامة لكل الناس، عاوزين الغلاء ده يروح، عاوزين الإنتاج يكون وفير، عاوزين طبعا كل خير بإذن الله للبلد ولكل الشعب المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتواصل 011-444-022-187. أخوكم محمود إبراهيم.